السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. هقدم لحضراتكم النهارده طرق بسيطة ومتاحة للجميع بإذن الله ومتوفرة لعلاج مشكلة النسيان وضعف الذاكرة وقلة التركيز. قبل ما أقدم لحضراتكم الطرق حابب أقول إنه لا يعتد بها كمرجع طبي، وفي حالة القلق منها المرجو من حضراتكم دائما وأبدا استشارة الطبيب، خصوصا في حالة المعاناة من أمراض مزمنة أو تعاطي أدوية لمدة طويلة. قد تتعارض تركيبة الدواء مع المكون أو العشبة أو في حالة المرأة الحامل، بالتالي استشارة الطبيب شيء آمن جدا في كل الحالات المقلقة. أما بالنسبة للطرق فهي بسيطة جدا. أول طريقة منهم هنستخدم حاجة اسمها إكليل الجبل أو حصى اللبان أو الروزماري، كل دي أسامي ليها، هي عشبة جميلة جدا ممكن تلاقوها حضراتكم عند العطار في صورة عشبة مجففة بالشكل دوت، أو ممكن لو قدرتوا تحصلوا عليها عشبة خضراء تقدروا تعملوها هي بنفس الطريقة. بالنسبة للعشبة الخضراء هناخد مقدار يعني بعض الأوراق الصغيرة منها، أو لو عملناها مجففة هناخد منها مقدار ملعقة صغيرة على كوب من الماء، نقدر إن احنا ننقعها في كوب ماء مغلي أو إن احنا نعملها على النار نغليها لمدة 5 دقايق تقريبا. نقدر إن احنا نشرب منها بمقدار إلى أقصى حد 3 أكواب في اليوم. ممكن كمان إن احنا نستنشق رائحة الزيت العطري واللي معروف باسم زيت حصى اللبان، وطريقته بإن احنا ناخد مقدار نقطة منه من الزيت المركز ونقدر إن احنا نستنشقها عن طريق الأيدي، يعني ناخد نقطة في الإصبع ونبدأ إن احنا نستنشق منه ونستفيد بالرائحة العطرية الزكية الممتازة جدا لزيت حصى اللبان. أما بالنسبة للطريقة التانية فممكن نستخدم فيها التوم. التوم ممتاز جدا في علاج مشكلة النسيان وضعف الذاكرة. كان الرئيس الأمريكي السابق الرئيس إلينور روزفلت كان يتمتع بذاكرة حديدية، فكان ما بينساش أبدا اسم أو أي اسم شخص قبله على الإطلاق. فلما سئل عن السبب فهو وضح للمحيطين به إن السبب بيرجع لتناوله يوميا فص من الثوم النيء مخلوط بالعسل. ممكن أقول لحضراتكم إن أفضل طريقة ممكن يعني ممكن ناخد الطريقة دي، ناخد فص من الثوم مع العسل، او ممكن ان احنا ناخد بالطريقه الافضل ان احنا نجيب فص من الثوم ونقطعه لعده اجزاء صغيره ونبدا ان احنا نبلعه مباشره بدون مضغ مع كوب من الميه او عصير، ويفضل لو هو عصير البرتقال، وده عشان نتجنب الرائحه النفاذه للثوم. في طريقه اخيره وهي طريقه بسيطه جدا وان احنا نقدر ننشط الذاكره بالتدريبات العقليه. زي ما بيحتاج الشخص والجسم للرياضة فالعقل كذلك بيحتاج لرياضة بتدعم القوى الذهنية، ورياضة العقل بتكون بتشغيله من خلال التدريبات العقلية المختلفة زي طريقة حل الألغاز أو بعض الألعاب المفيدة واللي بتدي لحضراتكم تدريبات عقلية مفيدة. كمان ربط المعلومات في الذهن بأشياء معينة بيجعل من السهل إن الإنسان يتذكرها بكل سهولة، زي مثلا لو فرضنا إن الإنسان ممكن يتذكر رقم تليفون صديق أو رقم منزل صديق، ده لو كان إن الرقم دوت ممكن يكون مشابه وليكن مثلا على سبيل المثال بتاريخ ميلاد فرد معين بمقاس حاجة معينة عنده، فبيسهل تذكر الأشياء. دي بعض الطرق البسيطة، أتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم بالحلقة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.